لا مزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عاطف سعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام. أستاذ عاطف، بعد التحية، كرت أخير لجأ إليه المرشحان الأمريكيان لكسب مزيد من أصوات الناخبين وترجيح كفة أحدهما، وهو كرت القوى الناعمة، فنانين ومشاهير ومتابعين. ما هي رؤيتك لهذا التوجه، وماذا يعكس في هذه الفترة الحرجة من المرحلة الانتخابية؟ مساء الخير حضرتك، وتحية لمشاهدي القناة في كل مكان. بالتأكيد يعني أعتقد أن ما لجأ إليه كلا المرشحين من اللجوء لنجوم كرة القدم أو نجوم الغناء أو المشاهير أو رجال الأعمال المعروفين يعكس ربما ضراوة العملية الانتخابية، وفي تقدير الشخصي أنها ربما تكون أكثر انتخابات أمريكية خلال فترة طويلة تشهد هذه التنافسية وتشهد حالة عدم اليقين. حتى الآن لا أحد يستطيع أن يتوقع من سيفوز بهذه الانتخابات. ربما كان هذا هو سبب اللجوء إلى أي شيء يمكن أن يساعد كلاهما على الفوز بمزيد من الأصوات، خاصة عندما نتحدث على الولايات المتأرجحة، الست أو السبع ولايات المتأرجحة، وفي تقدير الشخص أن هذه الولايات هي التي ستحسم مصير الانتخابات الأمريكية وستحدد من سيجلس على في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. فبالتالي نحن إذا حاجة كلا المرشحين لأي صوت إضافي، خاصة في ظل استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة تحديدا التي تشير إلى تقارب شديد، ربما يعني تساوي حتى في نتائج استطلاعات الرأي، وبالتالي أعتقد أن كل مرشح ربما يلجأ إلى ما يمكن أن يعتقد أنه سيساعده على كسب مزيدا من الأصوات. وطبعا فئة الفنانين، فئة رجال الأعمال، فئة المؤثرين بشكل عام أعتقد أن لها دور كبير في جذب الأصوات المترددة تحديدا التي ليس لديها توجهات أيديولوجية، وبالتالي ربما تمشي في سياق أو وراء رأي أحد المؤثرين. نعم أستاذ عاطف، استطلاعات الرأي بتشير إلى حالة من القلق بتسود أوساط الناخبين من الانتخابات بشكل عام ونتائجها وتوابع نتائجها أيضا. في رأيك ما هو سبب هذه المخاوف؟ سبب هذه المخاوف هو ما ذكرتيه حضرتك وما أشرت إليه من أن الانتخابات هذه المرة تبدو متقاربة بشكل كبير، تبدو تنافسية بشكل غير مسبوق. يعني كل استطلاعات الرأي الآن ربما في حالة تعادل أو تفيد بتقدم أحد المرشحين بنسبة 1% على الأكثر، وهي تدخل في هامش الخطأ الذي يصل إلى 3%. وبالتالي عندما تكون هذه الحالة المسيطرة، حالة عدم اليقين، حالة عدم الثقة من لديه فرص أكبر، تكون أجواء الاستقطاب أكبر، خاصة في ظل وجود أصبح هناك خبرة تاريخية مؤلمة ما حدث في الانتخابات الماضية. صحيح. عندما كانت النتائج متقاربة ولم يقر ترامب بهزيمته، وأحداث مبنى الكابيتول التي شاهدها العالم أجمع والتي مثلت نقطة سوداء في التاريخ السياسي الأمريكي، وبالتالي هذه الحالة من الضبابية. يعني الناخبين الأمريكيين الآن لديهم انطباع أن من سيفوز بهامش ضئيل جدا، يعني ربما لا يتجاوز 2 أو 3%. ورؤيتك أن هذا المشهد قد يتكرر مرة أخرى هذه الانتخابات؟ بكل تأكيد الخوف من ذلك، في ظل ما بدأ الآن، يعني بدأ بالفعل، يعني لدينا مثلا تشكيك من حملة ترامب في نتائج أو في مجرى الانتخابات المبكرة. تعلمين أن أمريكا لديها تصويت مبكر، وبدأ في 47 ولاية من الـ50 لديهم حق التصويت المبكر، وبدأ بالفعل في ولايات كثيرة، وبالتالي أصبحت هناك شكاوى من حملة ترامب وتشكيك في مجريات الانتخابات في بعض الولايات واتهامات بالتزوير وما إلى ذلك. فبالتالي الخوف من شخصية ترامب وفي عدم اعترافه في حالة هزيمته وعدم اعترافه بالهزيمة كما حدث في الانتخابات الماضية. فبالتالي الكل في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت انتخابات 2020 تمثل بالنسبة له كبير، لأنه لا يريد أن يكرر المأساة التي حدثت في 2021.
أثناء اقتحام مبنى الكابيتول ومقتل 5 أشخاص، وهذا ما أصاب الديمقراطية الأمريكية في مقتل. فبالتالي حتى الناس لديها خبرة سيئة وتخشى أن تتكرر. أشكرك الأستاذ عاطف سعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف.